دلوقتي احنا في ثالث يوم العيد، الحمد لله الدنيا مش زحمه قوي لان رحت تاني يوم كان زحمه جدا، فانا قررت النهارده اجي بدري شويه ومعايا السكوتر بتاعي، هاخد العربيه بتاعتي اركنها في اي حته قدام البحر ونروح ننزل عشان نبدا مغامره جديده النهارده. وانا بصراحه متحمس جدا، ان شاء الله لو ما لقيناش حاجه فليبل هنلم على قد ما نقدر اكبر كميه ممكنه عشان نخلي البحر نظيف وما فيهوش بلاستيك. يلا بينا نبدا الفيديو. خلاص انا حاليا جاهز، معايا الماسك، معايا كشف المعادن، وننزل نشوف هنلاقي ايه في المنطقه دي كلها. خلاص الحمد لله خلصت غطسة النهاردة واستمتعت جدا جدا بيها، غطسة كانت ممتعة جدا. انا ملقتش حاجات كتير فاليبل، بس لقيت حاجات كتير تترمى الحمد لله، رمينا كله. والحاجات الفاليبل اللي لقيتها انا بالنسبة لي حلوة قوي، فطبعا عايز اوريها لكم. فانا لقيت حاجتين، اول حاجة لقيتها كان الخمسين فلس دول، وتاني حاجة كان الخاتم ده. شكله حلو قوي، هو باين عليه ان هو فيك، يعني هو مش ذهب او حاجة، ولكن شكله بصراحة حلو جدا. بس فده اللي انا لقيته في غطسة النهاردة في الجي بي اوش. لقيت العصافير دي كمان حلوة قوي. يلا يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، يا ريت لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، واكيد لازم اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. باي. طبعا اخر الفيديو ما تنسوش بلاش ترموا اي حاجة في المية عشان نحافظ على المية نظيفة، ودايما من غير بلاستيك ومن غير اي ملوثات. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.